أهلا، مساء الخير، شو أخباركم؟ إن شاء الله طيبين. كيفكم مع رمضان؟ طبعا أنا بالنسبة لي إذا كان عندي عمليات صباحية تعب جدا. بتكلم عن شغلة مهمة جدا. لما نقرر قرار أو عملية التطبيق المهبلي لازم يكون في أعراض، يعني ما ينفع واحدة تجي وتقول شوفيني أنا أحتاج تطبيق ولا لا، أو مثلا ما عندها أعراض مثلا وأنا أفحصها ويكون في عندها ترهل أو شيء زي كذا وأقول لها لازم تسوين عملية، لا ما ينفع كذا. تمام، هو قرار قائم على أول شيء الأعراض اللي موجودة. تمام، فأول المهم يا طويلات العمر، قرار التطبيق يعتمد على وجود الأعراض رقم واحد. يعني لازم أنت تجين للعيادة وتقولين دكتورة أنا أحس بتوسع، أو زوجي يحس بتوسع، أو ما عاد نحس بالمتعة زي أول، أو في شيء تغير علي أنا مو مبسوطة، أو تقولين عندي إفرازات كثير يا دكتورة مع العلاقة ماني حاسة بالعلاقة، أو تقولين مثلا يطلع معايا هوا كثير من المهبل اللي هي غازات مهبلية نسميها وهكذا. تمام، أو أنه الزوج يحس بهذا الشيء. طبعا مهم جدا إذا الزوج يحس بهذا الشيء نتأكد أنه الزوج ما عنده ضعف انتصاب أو سرعة قذف. طبعا هذا مرة مهم، أحيانا تكون واحدة ما عندها أبدا لا هبوط ولا توسع ولا شيء، ولكن هذا السبب اللي يخليكم تحسون بالتوسع هو أساسا ما في توسع. هذه نقطة مرة مهمة لازم ننتبه لها. تمام، فزي ما اتفقنا هذا مو هو قرار الطبيبة هي تقرره من الفحص فقط، لا، نحتاج أول شيء أنه يكون عندك أعراض، ثاني شيء يكون الفحص، والفحص يدل فعلا على أنه في توسع مهبلي أو ضعف في عضلات الحوض، بالتالي وفعلا تحتاجين عملية التطبيق أو الترميم. فالقرار هو عبارة عن أعراض أول شيء، ثاني شيء فحص. طيب نفرض انه واحدة جت ما عندها مشكلة التوسع ابدا ولا تشتكي ومبسوطة وزوجها مبسوط وامورهم تمام وعالي العال، وفحصتيها ولقيتي انه او فحصتها ولقيت انه عندها ترهل، توسع المنطقة عندها وسيعة، اسوي لها عملية؟ لا طبعا، لانه اساس العملية يعتمد على الاعراض. لانه انا لما يعني هو مش مرض، يعني هو مو مرض انا لازم اعالجه، هو مو ضغط او سكر لازم اعالجه، او مو مشكلة مثلا موجودة كيس او ورم او شيء ولازم اشيله او لازم اعدله، لا، هو تحسين نمط الحياة. يعني انت بالعلاقة الحميمة مبسوطة ولا مش مبسوطة؟ مبسوطة ما تسوين عملية حتى لو انت بحاجتها.